أول شهر في السنة ما كانش يناير ولا فبراير، ده كان مارس، واليوم ما كانش 24 ساعة، ده كان 10 ساعات بس، والساعة ما كانتش 60 دقيقة، دي كانت 100. تعالوا نعرف أصل الحكاية. أنا مها الرئيس ودي الزاوية البعيدة. الأوروبيين زمان من كتر ما كان الجو بيبقى برد في شهرين الشتاء يناير وفبراير ما عدهمش أصلاً في التقويم، فكانوا حرفياً ما بيعملوش أي حاجة وكأنهم في بيات شتوي. التقويم الروماني القديم اللي اخترعه رومولوس أول ملوك روما حوالي سنة 753 قبل الميلاد كان فيها 10 شهور بس بداية من الربيع، السنة كانت 304 يوم بس و61 يوم شتاء ملناش دعوة بيهم، لحد ما جه ملك روما الثاني. الإمبراطور نوما الروماني قرر يدمج التقويم الشمسي مع القمري، والسنة بقت 354 أو 355 يوم بتبدأ في الربيع، وهو ده اللي غيره بعده يوليوس قيصر. اللي هقوله هنا يمكن يكون حصل بطريقة تانية، بس الحدوتة بالشكل ده أحلى كتير. لما يوليوس قيصر بقى إمبراطور وجي مصر وقع في غرام كليوباترا، اتنين عشاق يعني هيتكلموا في إيه؟ في الفلك طبعاً. ساعتها يوليوس قيصر اتعرف على طريقة المصريين في حساب التقويم وازاي السنة عندنا تقريباً 365 يوم وربع وان في فرق 3 شهور وقد كان. يوليوس قرر السنة تبدأ بواحد يناير سنة 46 قبل الميلاد. شهر 7 اتسمى يوليو على اسم يوليوس، وشهر 8 على اسم خليفته أغسطس سنة 33 قبل الميلاد، وكان شهر يوليو 31 يوم بس أغسطس 30 قاموا خلوه 31 وسحبوا يوم من شهر فبراير الغلبان اكملهم يعني زودوا في الآخر. بس باقي أسامي الشهور كمان اتلخبطت. خدوا بالكم كده، باللاتيني سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر معناها الحرفي 7 8 9 10. لما يوليوس وأغسطس حشروا أساميهم في النص كل الشهور دي ترحلت، فبقينا نقول الشهر السابع أو سبتمبر بس هو في الحقيقة التاسع، وهكذا بالنسبة لباقي الشهور. بقوا كأن كاتبهم شخص ما بيعرفش يعد. سنة 1582 ميلادي اتعمل آخر تعديل من راهب اسمه كريستوفر عشان يخلي التقويم ده ماشي مع الأعياد المسيحية، وتسمى الجريجوري لأنه حصل في عهد بابا روما جريجوري الثالث عشر. التقويم ده هو اللي احنا ماشيين بيه لحد دلوقتي، وبيفرق حالياً 13 يوم عن تقويم يوليوس قيصر، عشان كده المسيحيين الشرقيين بيعيدوا في 7 يناير وباقي العالم في 25 ديسمبر. عدت السنين ووصلنا ل 1793. الثورة الفرنسية الأولى كانت عايزة تحول المجتمع عن المسيحية، وبالتالي عايزة تنهي التقويم الميلادي، وعشان كده قادة الثورة السياسيين أخذوا أغرب قرارات بخصوص التقويم. رجعوا الأساسيات التقويم المصري القديم، تقويم حضارات ما قبل الأديان الإبراهيمية. السنة بقت 360 يوم، والأيام الخمسة الباقية من السنة أجازات وطنية. قسموا الشهر لثلاث عشريات كل واحدة 10 أيام، وبكده توهوا أيام السبت والحد المرتبطين بالطقوس الدينية، وكمان جابوا كاتب مسرحي يقترح أسامي مختلفة للشهور والأيام، فسماهم بأسامي الفواكه والخضروات والحيوانات والطبيعة. وفعلاً فضل التقويم ده مستمر لـ 12 سنة لحد ما نابليون لغاه سنة 1805. علشان تتابعوا حلقات الزاوية البعيدة شوفوني على دقائق.net، وتابعوا صفحاتنا على فيسبوك وتويتر وإنستجرام، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على تشانل بتاعتنا على يوتيوب، وأخيراً تقدروا تنزلوا تشوفوا كل المصادر تحت الفيديو. Stay safe!